فانا اعتقد ان احنا ما زلنا يعني ما زالت هناك فرصه قويه لتدعيم العلاقات. وبرضو انا عندي رؤيه في هذه المساله، ان احنا نعمل زي تكتل اقليمي صغير يضم مصر، السودان، جنوب السودان، وربما اريتريا. هذا التكتل يبقى مظله يسمح لجنوب السودان وشمال السودان بالتعاون فيما بينهما، بعيدا عن العلاقه الثنائيه اللي كانت قديمه. لما نبقى اربعه يبقى التعاون هنا غير ما يبقوا اثنين بس، يبقى رجعنا للعلاقه القديمه اللي احنا لسه منفصلين منها من سنه. تمام. فنعمل له مظله كبرى تسمح للاثنين بالتعاون، وتسمح لمصر بتواجد في هذه المنطقه بدرجه يعني تسمح يعني لضبط الاقوى. بيقولوا كمان ان اسرائيل بتنوي زياره العديد من الدول الافريقيه المطله على النيل. يا ستي يزوروا اللي عايزين يزوروا. يعني عايز اعرف احنا فين. ايوه، ما انا عايز اعرف بس تحليل حضرتك ده عشان يعني نبين بس الامور ونوضح الامور. اسرائيل عندها استراتيجيه من زمان ان هي محاطه بعداء اللي هم العرب يعني. فهو صح. بيتجاوز هذه المنطقه العدائيه ويروح للاطراف للاطراف بتاعتها عشان يعمل معاها علاقات قويه. فهو عمل ده مع ايران لفتره مع الشاه، وبعدين الشاه سقط فالامور اتغيرت. عمله مع اثيوبيا لفتره طويله، عمله مع تركيا لغايه ما الامور باظت خالص. ولكن طبعا ده يعني يشوفوا حليف يعني تاني دلوقتي. انا ممكن نظر حضرتك افندم اسرائيل تبحث عن حليف اخر؟ لا، هو انا شايف ان مفيش تعارض في المصالح بين اسرائيل وتركيا، ولكن تركيا تحاول ان تلعب دورا اقليميا كبيرا في المنطقه العربيه، والباب لده انها تهاجم اسرائيل عشان الشعب العربي. هل ده لصالح المنطقه ولا ممكن ما يكونش صالح المنطقه ويخدم اهداف شخصيه؟ بالدرجه الاولى يخدم تركيا ويخدم وضع تركيا في الاتحاد الاوروبي، ويدعم الدور التركي في المنطقه، ودور وثقل تركيا في الاتحاد الاوروبي اللي هي بتحاول انها تنضم ليها بعد كده. يا فندم، انا كنت بسمع زمان جدا ايام الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس السادات ان احنا المصريين او مصر عامه كان ليها مكتب تمثيلي موجود في كل الدول الافريقيه. تمام. وبعد كده الدور ده غاب خالص بقى من ساعه النظام اللي بقى له 30 سنه. صحيح. فاحنا عن عمد في بعض الاحيان او في معظم الاحيان. وكنا بنبعت بعثات ويبقى في بيننا وما بينهم تعاون. الدور ده غاب خالص لمصر. ويمكن الملف ده اتفتح بعد ثوره 25 يناير. تمام. على طول. فمن وجهه نظر حضرتك يعني عشان بس احنا فعلا مركزين في الشؤون الداخليه وسايبين الشؤون الخارجيه، وده ممكن ياثر علينا بعد كده. تمام. هو طبعا النظام السابق يعني عبد الناصر كان او نظام عبد الناصر كان له استراتيجيه معينه او رؤيه سياسيه معينه يعني تنطلق من ان لمصر دور لابد ان تلعبه اقليمي افريقيا عربي دولي حتى في عدم انحياز وخلافه، عشان دولة محورية مهمة قيمة مصر او يعني مدرك اهمية مصر بالظبط. وكان ينطلق في كل الاتجاهات لتدعيم هذا الدور يعني. ما بعد ذلك الامور اختلفت شوية، وبعدين في اخر بقى 10 12 سنة لما ابتدت فكرة التوريث تظهر على الساحة كانت دي قضية مهمة استراتيجية عند النظام، وكان يتم يعني حساب كل الأمور داخليا وخارجيا بمدى تأثيرها سلبا وإيجابا على هذه القضية. فبالتالي كل علاقتنا الخارجية التي لا تؤثر إيجابيا في هذا الأمر هجرناها، وركزنا على أمريكا وعلى إسرائيل ربما وعلى وبيقال برضو بعد عملية اغتيال الرئيس السابق محمد حسني مبارك كان في هو في أثيوبيا. ده من ضمن الحاجات بقى اللي كان زي ما بيقولوا إيه القشة التي قصرت في أثيوبيا. كان في أثيوبيا. والله دي ممكن تكون برضو، بس ده بيقال نفسيا بقى خلاص قفل المنطقة دي خالص. حتى لو دي حقيقة نفسيا يا جماعة احنا مش حضرتك يعني طبعا ده مش جواز يعني خلاص برقت اتشقمت بقى وكده. انا بس وما قدمولوش تورته بس ده كان بيقال فعلا. فعلا كان بيقال. خليني بس يا فندم، انا بس عايزه من رؤيه حضرتك كمحلل سياسي، انا عايزه عشان كمان الساده المشاهدين يفهموا اهميه مصر كدوله مع الدول الافريقيه اللي احنا دلوقتي الدور ده مهمش تماما. يعني عايز اعرف اهميتنا عشان اثيوبيا اهم من امريكا. طب ما احنا عايزين نشرح بقى الكلام ده ليه. لان الامن القومي المائي المصري اللي قايم عليه الزراعه وقايم عليه الصناعه وقايم عليه كل حاجه أشكرك 70% منه جاي من اثيوبيا. اشكرك يا فندم. بس من الاخر خالص. طيب يعني انت مصر من غير ميه، من غير ميه النيل ليبيا اصبحت ليبيا صحراء. لا هعرف ازرع ولا هعرف اصنع ولا هعرف اشرب ولا هعرف املك. ما عندناش مطر، ما عندناش غير الميه. هي ده شريان الحياه. يمكن السدود اللي تم عملها و
يعني والاتفاقيات بالظبط في غفله، لما قال لك في غفله وبعد كده حصل مجهود شعبيه وفوت شعبيه وكان فيها كل ده كلام عبد الناصر و... كل ده كلام فاضي. الامور لم تستقر حتى لم تحل الآن. لم تحل حتى الان مع حسن النوايا، مع ربما كانت هناك حسن نوايا يعني ده بعد لا 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 نستبعدها يعني حسن النوايا، ولكن برضو التوجه المصري لحل هذه القضايا من قبل كان توجها يعني محدود الرؤيه. هل صعب نعوض يعني هل صعب حاجه صعبه على الاطلاق؟ مصر متواجده، مصر ليها، مصر متواجده تاريخيا على الاقل لينا خبرات في هذا المجال. ما فيش مدينه او عاصمه افريقيه الا وفيها شارع باسم جمال عبد الناصر، وربما فيها مستشفى باسم المستشفى المصري او المستشفى، يعني في تواجد مصري قديم يمكن البناء عليه. ومصالح الدول الافريقيه مع مصر اهم بكثير بكثير من مصالحها مع اي دوله اخرى بما فيها اسرائيل. المهم انك انت بس حضرتك تتنبه لمصالحك، ما تقعدش تعيط عشان جارك هو اللي راح خد الايه الباركنج اللي تحت البيت، يبقى اسبقه انت واركن الاول بدل ما تقعد تقول ايه ان هو عمال يركن مكان يركن مكان. أيوة يركن صح. مكان يبقى الحل احنا نصلح جوه بعد كده نصلح بره. لازم، مش هنقدر نعمل اي حاجه لا جوه ولا بره الا بعد ان نصل لمرحله تكوين مؤسسات الدوله وانتخاب رئيس الجمهوريه. عشان كده بقول ده يا جماعه خط استراتيجي، ما تخليش حد يجرك براه. انا عايز برلمان، دستور، رئيس، او الرئيس دستور، مش مهم، المهم ان انا اعمل الثلاث حاجات دول بسرعه واقصى سرعه وانتبه بقى لحالي ونفسي. وعشان كده بقى يحصل ضرب في ميدان التحرير، شيء سيء مش عايزينه، ولكن ما تخليش ده ياخدك بعيد عن الخط الرئيسي. استاذ سارح عبد الله نائب رئيس تحرير الاهرام، كلامه كان وافي وشافي. ميرسي يا فندم جدا. ميرسي يا فندم جدا، انا متشكر لوجودي معاكم. ننتقل لفاصل ونكمل معاكم بقى فقرات، ودلوقتي حديث الاربعاء مع عايده. استنوا.